من عبق الماضي حصلنا على إرث ثقافي ورياضي متنوع، وكانت الألعاب التقليدية إحدى هذه الموروثات الجميلة التي نستلهم منها حاضرنا المشرق لنورثه لأجيالنا القادمة بكل حب وفخر. لعبة الرم هي لعبة رياضية تقليدية عمانية مارسها أجدادنا وآباؤنا منذ القدم على الشطآن اللامعة وبين البساتين اليانعة على رمال الصحاري الذهبية الوادعة. تتطلب لعبة الرام مهارات ولياقة بدنية عالية بالإضافة إلى السرعة واللعب الجماعي بين أعضاء الفريق، سواء كان الفريق في وضعية الهجوم أو الدفاع، من أجل تحقيق أهداف اللعبة. كما تعطي لعبة الرم لاعبيها بعض الدروس التربوية المستقاة من الأخلاق الاجتماعية الأصيلة والرياضية. هذه اللعبة، لعبة الرم، هي بالدرجة الأولى لعبة إثارة. لعبة الإثارة لأنها تتكون من فريقين مهاجمين مدافعين. الفريقين يحاولوا، في لاعب مهاجم واحد يحاول عبور للخط النهائي وأخذ العلم. إذا أي لاعب من اللاعبين المدافعين لمس اللاعب المهاجم، يحاول اللاعب المدافع يكون هو المهاجم ويحاول يلمس من الفريق الثاني مرة وتصير مثل الإثارة ويحاولوا أخذ العلم بدون أي لمس من أي لاعب. يتكون كل فريق للعبة الرم من 5 لاعبين أساسيين بالإضافة إلى 3 لاعبين في الاحتياط. أما بالنسبة للملابس المخصصة للعبة هي القميص والبنطال القصير والوزار، ويتم اعتماد ألوان القمصان قبل بدء المباراة من قبل طاقم التحكيم. لعبة الرم هي لعبة إثارة، تشويق، حماس، تحدي بين الفريقين. عادة تتكون فريقين، فريق مهاجم وفريق، يعني ممكن نسميه فريق الأول فريق الثاني. تبدأ المباراة بإجراء قرعة من قبل الحكم. الحكم يحدد الفريق اللي هو اللي يبدأ عملية الهجوم، من أي فريق ممكن يبدأ عملية الهجوم ومحاولة اصطياد العلم الموجود الفريق الثاني اللي هو يسمى الرم. لعبة الرم تتكون 5 لاعبين مدافعين و5 مهاجمين. 5 لاعبين كيف تبدأ؟ يعني بداية اللعبة، بداية الهجوم، يكون المهاجم لازم يصيح صوت عشان يعرف المدافع أن في هجوم بيصير، بيشيل العالم اللي عندهم، بيكون العالمين خلف المدافعين وخلف المهاجمين. إذا صيح المهاجم صيح بصوت، يعني هو اللي يشيل اسمه ذاك العلم من عند المدافع. وخصوص المدافع ما يخلي المصيح صوت يشيل العلم، وش يسوي؟ يدافع عن علمه، يمشي ويضرب الشخص اللي مصيح صوت، يكون تتابع، مثل التتابع، مثل الرياضة يعني، تكون متتابعة، هذا يمشي وهذا يرجع، كل ما شل العلم، كل ما يعني خسر أو نجح نفس الشيء. ينتشر لاعبو الفريقين في أرضية الملعب بحيث يقف الفريق الأول أمام راية الرم الموجود عند بداية الملعب، ويقابلهم لاعبو الفريق الآخر أمام الرم الآخر. يتم تحديد الفريق الذي يهاجم أولا من خلال قرعة يجريها الحكم، فيقوم الفريق المهاجم بمهاجمة الرم الآخر. هذه اللعبة بالدرجة الأولى تعتبر على المهارة وعلى السرعة. نحن نحاول في الدرجة الأولى على السرعة، نعتمد على السرعة، وبعدين نميم كيف مهارتهم اللي هو اللاعبين لازم تكونوا متلازقين عشان تكونوا سرعتهم بأخذ العلم هذا. يبدأ الهجوم برفع الرم من خلال لاعب مهاجم يطلق صيحة لإعلان أنه اللاعب الذي يبدأ الهجوم، فيقوم الفريق المدافع بملاحقته لمنعه من الوصول إلى الرم، وذلك عن طريق اللمس. وإذا ما لمسه أحد المدافعين فإن الهجوم يصبح لفريقه، فعليه أن يجري محاولاً الوصول إلى الرم الخاص بالفريق الخصم.
تتكون لعبة الرم من شوطين يتم من خلالهما احتساب الفائز عن طريق مجموع النقاط التي اكتسبها في الشوط الخاص به. يتكون شوط المباراة من 5 دقائق لكل فريق، ثم يتم احتساب 5 دقائق استراحة ما بين الشوطين. عادة من جهة التحكيم اللي هي يعني اللعبة تتكون من عدد 6 حكام، حكم رئيسي مع 4 حكام مساعدين مع حكم طاولة. العدد أكبر من بعض اللعبات في عدد الحكام بسبب أنه محتاج تركيز كامل من قبل الحكام لمراقبة اللاعبين الذين يتم لمسهم، لأن اللعبة بطبيعتها أن الشخص المختار اللي هو اللي يتجه إلى اصطياد الرم لابد أنه يخترق اللاعبين المدافعين أو اللاعبين الفريق الثاني بحيث أنه لا يلمس، وبمجرد لمسه تتحول اللعبة من الفريق الأول إلى الفريق الثاني، فيحاول اللاعب اللامس اللاعب المتجه للرم أن يتجه إلى رم الفريق الثاني وتستمر اللعبة هكذا. فالحكام مطلوب منهم التركيز في عملية اللمس لتحديد الفريق اللي ممكن يوصل إلى الرم. بالنسبة للعقوبات يعني تتفاوت، أحيانا تكون تصير عملية مراوغة من بعض اللاعبين يراوغوا قرارات الحكام، بحيث أنه مثلا في لاعبين يحاولوا يلبسوا اللاعب اللي هو متجه للرم، في هذه الحالة الحكم من حقه إيقاف المباراة وإنذار اللاعبين بعدم إقبال الحكام في هذه النقطة. عقوبات ثانية ممكن تكون إصابات قوية، أحيانا يكون في ضرب أو خشونة من قبل أحد اللاعبين، يستدعي الحكام إيقاف المباراة وتحديد العقوبة المناسبة لكل لاعب. نصيحة مني أنا كلاعب منتخب اللي بيدخل الألعاب الشعبية، لازم يكون أول شيء يحافظ على اللياقة، يحافظ على المرونة، لأن تلعبها بدون لياقة بدون شيء يمكن تتأثر يمكن تصاب. إذا سويت رياضة سويت لياقة تكون الأمور طيبة، الجميع بخير. نتمنى خصوصا هذه اللعبة أن يتم إدراجها، لأن لا توجد فيها أي خشونة، لا يوجد فيها أي شيء، بس فيها الإثارة والسرعة بهذه اللعبة. إن شاء الله نتمنى أن تضاف للعبات المشاركة فيها. من خلال لعبة الرمي والكثير من الألعاب التقليدية العمانية تطل علينا نفحات من التاريخ الإنساني الجميل الذي صنعه أجدادنا، نقل إلينا عبر الأجيال وسنقوم بحفظه ونقله بكل فخر وحب إلى أجيالنا القادمة.